بس يلا ابو عمر علينا كعب ادينا نشيد النشيد اللي انت داير ما تشغله الله ربي انت اديني نشيد ما تشغله الله ربي لا ما تتحكم بشيء اللي شغلك يا انت تتحكم بالنشيد اللي تبغاه جيب نشيد حافظه ودوس ما عليك طيب انا اقول لك مثلا نشيد مثلا لعلها خير انا الداعي بايماني متقنه يعني بس يلا ايش اقول انا نشيد اطلب من نشيد انتو انا نشيد انتو اطلبوا مني لا شوف هذه خدمه مني بحكم اني اخذها تخيل ومع انك انت الان طيب تحت لو داير السعاده تحت ارادتي وامشي دوس يلا لو داير السعاده شوف تخيل انك في الخرطوم على شاطئ النيل يلا لا لو داير السعاده لو داير السعاده انا يلا ما هي عندي والله لا شغل شغل يلا يلا لي نشيد طيب يا كيف سنه اثنين استنى عباس اضبط اعطونا دقيقه يا شباب بالله يلا جاهز انا جاهز دقيقه عندنا الوقت دقيقه كامله صح دقيقه كامله تنشد بدون ما توقف يلا اذا وقفت خسران يلا حبدا من نفسي واحد لا 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 اللي انا اقول لك ابدا واحد اثنين اثنين يلا اثنين ثلاثه ابدا ابدا انا اسلح ما قادر لو داير السعاده امن بالاراده لو داير السعاده امن بالاراده كثر من دعاك وصل في ميعاده لو داير السعاده امن بالاراده امشي درب عديل وسكر امشي خشع شفت اللي غاصبينه الله امشي دروب عديله وسلم كون وبهدل الدنيا والله طلعت الطاقيه الطاقيه طلعت بيت روح بيتكم عباس روح بيتكم عباس ارجع للفار سمعوني صوتي من اجمل الاشياء انك حتشوفها في تويتر اليوم يا عباس ايش الربع عديلة عباس اطلع برا بالله اطلع يبغوك يبغوك اللجنه اللجنه يبغوك ينشد اي نشيد يبغاه يلا اي نشيد انت تبغاه حلو من قاسم انا غشاش لا ماجور ماجور ابو عباس طيب ها طيب الان راح تبدا من قاسم ثلاثه نشيد النشيد الاول هو انك حتكون معانا في ابدا يا سلام عليك حلو ما انت سامعني الان مشاهدينا الكرام معنا عبد الرحمن قاسم ونشيد شنو نشيدك يا لال يا لال يا لال يا لال حلو حق موسى العميره سبحان من عرشه صح ايوه حلو معنا دقيقه ولازم تخلص الدقيقة بسم الله واحد اثنين ثلاثة يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال سبحان من عرشه تعلى السبع والسبع الشداد ما فيه لا من جاء ولا ملجا منه الا اليه ألف الأرض استغلف الإنسان والدنيا حصاد الأخرى كل انت حصده ما تزرع يديه يا لال 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 أرسل نبي بالهدى ودي الرحمة للعباد من لا يصدق به سفيه ومن يصدق به نزيم عليه صلى الله وسلم قبل ما منسى عاد حتى وقوع الواقعة صلى الله وسلم عليه يا لال 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 ها الله يفرج عن ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك القراصنة يا ابو سارة داير الزعانة المخ نخليه على جنب شويه شوف اقول لك حبيبي ابو عباس هو جايب نفس المقام والله انا اخترت ذكاء وهذا نشيد رسمي ذكاء ابو عباس ابو سارة كم رسمي من لك شوف ما حقه حق زول ثاني طب مين قال مين اللي حجرك لو داير السعادة حقك نشيد وانت مذبوح لا مذبوح لحظة شوي حلو قول ثم قام المأذون بغيت اقول مأذون الأنكحة شو اسمه نوخذه قام النوخذه وصرفك هو المخرج ودوك ثم فوزوا بن قاسم ايش رايك حركه ما حركه والله ما حميده نهائي والله يا اخي طبع سيء هذا ما حميده والله كان
ما الان وليد بصالح ها غلبنا جار... لا لسه جوله جوله لا والله نجيش هذا لا والله لا ما عليك ما عليك ما عليك اعرف انا هنا خلي نشيد اميه لا مو شغله مو شغله مو شغله اميه مو شغله ها شنو هو اللي اختار انا حدد له نشيد انت عد نشيد انا حدد له انت حدد لسامي خويك سامي يلا ايش تتقن اتقن اللغه الاسبانيه انت انت ناس انك بحاره صح انا حلو والله ترى مبروح صوته يا او اي يا اخي مسكين غريب حاره يا اخي اسمع ما اتكلم انا احاول انسى لكن في ناس قاعد يخدموني ارجع للشر مسحب وجهي يا عبد وليد تفضل هو ايش بك واحد دوب انا دوب مغلق دوب مغلق خلاص سامي النوخذ ماذون لنك حيقول لك تفضل تعال تعال الآن سامي جار الله هو من يحدد النشيد. إيش النشيد اللي تتقنه في حياتك؟ أنا أتقن اللهجة أو اللغة الأسبانية الفرنسية كله يمشي معي. تعال تعال. طيب النشيد له النشيد أو الله هو ما الله هو الله. أبو فرنسي. السلام عليك. يا سلام والله ليلة جميلة ليلة ميناوية جميلة مع سامي جار الله وراح يبدأ الوقت والنشيد. لا يرفعونا مرة. شو نشيدك شو نشيدك؟ شوف شوف. إحنا نمون على بعض. لا يرفعونا زود على خشمة. جزاك الله خير. كابوس نأخذها أنت. إيه. الله يبارك. لا ما دونك. توسط لنا بلغ المخرج تك. لا تمسخوها. نزل السماعة أبو عمر. نازل. إيش نشيدك؟ نشيد. مطر 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 مطر. إن شاء الله أجيبه. أحلق حواجبي. أبو عمر. قولي. ابدأ الوقت. هذا مطر 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 المطر في سمانا يبغى يعلن بيانا المطر في سمانا يبغى يعلن بيانا المطر في سمانا يبغى يعلن بيانا والأمل احتوانا فوق سهلة تلالي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا معي تجي لك كذا لأن اللغة الأسبانية حروفها قصيرة صح صح والله ماشي صح من بداية النجيم ماشي صح بس ما عرفت اللي بالي فصلت رجعت الوقت ماشي الوقت ماشي مكيب حقنا امشي 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 كمل يلا قين قين يا لا لا يا لا لا لي 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 يا لا لا يا لا لا أول واحد لابس خماخم برتقالية يا أخوي شوف اشتغل الآن المطر في سمانا يبغى يعلن بيانا والأمل احتوانا فوق سهلة تلالي يا عمر تحية تحية شيت تحية ما شاء الله تعال ولي لا تأثر عليه تدي تحية وبعدين أنا أجي أنا تعال يا حبيبي اجلس شوف أنا ما حبدأ على طول تمام؟ حعمل دقيقة، حعمل انفصال بين الشخصية موال موال والأوديو اللي موجود الله عليك تمام؟ تعجبني وبعدين حخش على النشيد صالح أقول لك شيء ممكن يجيك التهاب في العصب السابع بسم الله عليه أعوذ بالله منك من قوة أقول لك التفكير يلا نشيدك يا ولي أنت لا تضغط علي أهدى أيوه هدوء بحنية بحنية أيوه ولا تقول لي يلا حلو إيش نشيدك؟ إيش نشيدك؟ شوف لا خليني اضطر ارجع لشخصية الاولى مالك شغل فينا تمكر وتشقين يلا خش خش ايش في انت تتكلم معايا بصفتك مين انا حبيبك القرصان اللي امس ما تذكرتني لا حاول تفصل بين قرصان امس ذكرتني لازم نفصل بين الاوديو والقرصان يلا لازم تفصل جوالك هنا كذا اعلان اعلان في اليوتيوب هذا الفراش يلا واحد اثنين وين النشيد ابدأ ابدأ الوقت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا
من سنيات الوداع. الله عليك، والله انك بطل يا شيخ. ما شاء الله تبارك الله، ولا غلطه. ما شاء الله، وليد كلها غلطه. وليد انا اتمنى انك اليوم تراجع حساب نفسك ماسة. في اخر الليل صحيح تنشد لحد ما تموت. اتمنى يا وليد تراجع، والله تراجع حساب ماسة اليوم ضروري. حصل يا جماعه والله يا ويلي ابتعدت، والله حادث بين الشخصيه حقك. انا بقول لي ابتعدت، يقول لي حادث ما تفوقون اخويا قنا. الله يسعدكم مشاهدينا الكرام. ها مين فاز الحلقه اليوم؟ مين فاز؟ حصريه جدا وجميله. اللي فاز معنا واحد، اللي فاز معنا في الصوت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سامي جار الله معنا واحد المسخن والله، وعبد الرحمن قاسم. إذن النتيجة مجهولة. دقيقة دقيقة دقيقة، كيف سامي جار الله فاز؟ فاز على فاز على وليد. ما فاز على وليد، كيف فاز؟ احنا ناس هنا ما نسمع. هتخليني اضطر ارجع شخصية الوليد. ارجع شخصيتك، ما همي في شخصيتك انا. اوف 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 اوف، تعال تعال تعال. ايوه تعال نفزع معنا، تعال نفزع معنا. تعال انا اكسر راسه. لا 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 خذ، انا افزع مع القرفان. نفزع معنا انت على القرفان. انت والله ما تقرب. اوف يا نوخذه، اوف يا نوخذه. انت نوخذه؟ تفضل يا نوخذه. تفضل يا نوخذه روح. بس بتكلم معك كلام. انت قد الحركة اللي سويتها دي؟ انا بالعدد. ها؟ لا 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 انا انا بقول شيء. لا لا بسم الله، ما سويت شيء لسه. ما سويت انت؟ انت سويت شيء غلط كبير عندنا. ويلي ويلي انت عرفت عملت شنو سويت انت؟ انا المسابقه الجايه. لا 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 خلوكم معانا الليلة، حلقة نارية مولعة مع المسابقة الختامية، وهي نعم شوف متى جت 10 شكب. دليل انه النوخة اليوم سلس وسهل ولذيذ معاكم رغم الضغوط والنفسيات. اطلع فاصل، اطلع يا مخرج. لا اقول لك شيء، تعال ارجع ارجع ارجع. لا يهدد المخرج قوي. اذا مشاهدينا الكرام ندخل على المسابقة الثانية. المسابقة الثالثة والأخيرة، واللي راح تحدد مين هي الفايز معانا، واللي راح يكون النوخة. نرحب سويا بالشباب الموجودين.